ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ كل شهر وانتم طيبين. وجي معايا كل شهر ومشترياتي من كتالوج 8، تمام. وكمان اهم العروض الموجودة في شهر 8. خلاص انا هوريكم انا جبت ايه، واشرح لكم المنتجات اللي انا جبتها او جبتها ليه، وكمان هوريكم حاجات هي عندي اوريدي للناس اللي حابة تشوفها. برضو الحاجات دي موجودة في كتالوج 8 عشان تساعدكم اذا كانت هي هتناسبكم، يعني تساعدكم في الاختيار اذا كانت هتناسبكم او لا، تمام. طيب نبدأ. انا برضو همشي زي الشهر اللي فات بنظام الكتالوج من الاول. طبعا احنا عندنا الشهر ده لما بنشتري ب 200 جنيه من الكتالوج بناخد يا اما سيجنيتشر، دي بناخدها بعد الخصم 230 جنيه، تمام. سعرها طبعا يجنن، بس انا يعني مش محتاجة سيجنيتشر الشهر ده. وفي كمان عرض برضو ان انت برضو لما تشتري ب 200 جنيه الشهر ده هتاخدي مقشر نوفيج، مقشر البشرة من نوفيج. المقشر ده حاجة وهم يا بنات، وهم يعني يمكن هو اكتر حاجة ظهر لكم على الكاميرا دلوقتي. انا اوريدي عندي منه ده اهو، ده بتاعي انا اللي هو المقشر ده. حجمه حلو جدا، هو 150، هو 100 ملي بس، هو يعني ما شاء الله تحسيه 200 ملي. يعني بصوا العبوة حلوة جدا، هي عندي بقالها فترة، تمام. وانا جبت عبوة تانية برضو ده الشهر ده بتاخديه ب 114 جنيه لما بتشتري من الكتالوج ب 200 جنيه. فطبعا ده من الحاجات القوية جدا الشهر ده. بيعمل ايه الماسك ده؟ بيعمل اول حاجة هو اسمه بيل، بيل يعني مقشر، بيقشر كل او بيزيل كل الخلايا الميتة من على البشرة، بيجدد البشرة، تمام. بيدي نتيجة فورية، يعني انت بمجرد اول مرة تستعمليه انت هتحسي بالفرق، بيعمل اشراقة كده وتفتيح فوري للبشرة حلو جدا، تمام. بتستعمليه ازاي؟ بتحطيه على البشرة عادي جدا، تمام. بعد كده بتسيبيه حوالي ربع ساعة او 20 دقيقة، حوالي تلت ساعة. بعد كده بتبدأي ان انت بتفركي بالمية، مية تكون دافية، بتشطفي من او بتزلي من تحت لفوق، تمام. بس كده نتيجته حلوة جدا جدا. يعني لو حد ما جربوش، يعني نصيحة الشهر ده فرصة، هو لجميع انواع البشرة، تمام. من الحاجات القوية جدا الناس اللي حابة تشوف. انا كنت عاملة ريفيو عنه قبل كده، بصوا هو بيبقى كده، هو حبيباته ناعمة جدا جدا جدا. بصوا استنى هقول ان انا اوريكم، بصوا يعني يكاد يكون اصلا مفهوش حبيبات اصلا، يعني حاجات لا تذكر، تمام. بتفرديه طبعا على البشرة لمدة تلت ساعة. بعد كده بتبدأ ان انت تشطفي البشرة وتزلي، هتحسي بنتيجة حلوة جدا جدا. ده من الحاجات بصراحة اللي ما ينفعش تفوت الشهر ده، تمام. طيب ايه كمان برضو؟ ده كده اول حاجة اتكلمنا عنها الشهر ده، ده بتاعي انا استعملته لكم وجبت ده برضو، لان طبعا سعره 114 جنيه فما يتعوضش، تمام. ايه كمان من الحاجات الحلوة قوي الشهر ده نازل؟ جبت قلم الكحل ده اهو جورداني، كنت مستنياه ينزل، هوريه لكم. انا جايبه ليه؟ انا من الحاجات الحلوة جدا بستعمليه طبعا ككحل كايلاينر اهو، قلم ما شاء الله يعني يقعد معاكي كتير جدا. بص اوريكم بس السواد بتاعه، شايفين سواده تقيل جدا جدا جدا، وبيبقى ثابت جوه العين قوي قوي قوي. وعموما اي كحل عايزه تثبتيه او اكتر وقت ممكن جوه عينيكي وما يسحش، حطي دايما تحت عينيكي بودر، يعني بودر اي شادو، اي حاجه خط كده تحت عينيكي بالاي شادو هيثبت معاكي الكحل جدا جدا. ده برضو من الحاجات الحلوة أوي الشهر ده، وسعره بعد الخصم 99 جنيه، تمام.
كمان يا بنات من الحاجات الحلوة قوي الشهر ده المجموعة الاسينشال فيرنس نازلة الشهر ده للناس اللي عايزة تفتح، بما ان احنا بقى في الصيف وكده، فالناس اللي عايزة تفتح بشرتها انا جبت منهم، جبت الغسول ده حلو جدا، وجبت الماسك، وجبت الماسك والسكراب ده اهو، ده الماسك وسكراب، وده اللي هو الغسول. تمام، عايزه اقول لكم يعني انا كنت جبت اللي هم مش نازلين جداد الشهر ده، انا كنت جربت الغسول. المجموعه دي اصلا يعني هي قديمه بس نازله بقى، يعني الاسينشال موجود اصلا من بدري، بس نزل طبعا زودوا على حاجات زي مثلا اللي هو الفيتامين، المجموعات الجديده دي فيتامين بي 3 وكمان فيتامين اي، فبتعمل نتيجه حلوه جدا. انا كنت جربت الغسول عندي بستعمله حلو قوي قوي، بيدي نتيجه حلوه قوي. لو انت عايزه نتيجه قويه يفضل ان انت تستعملي، حاولي تستعملي المجموعه على بعضها. عندك نازل الغسول، وبعد كده عندك بعد الغسول حطي الكريم على طول، كريم التفتيح والماسك وسكراب استعمليه مرتين في الاسبوع، فالتلاتة مع بعض هيدوكي نتيجه حلوه جدا. يعني انت تقدري تجيبي كمان، هما ناقصهم كريم التفتيح، تجيبي كريم التفتيح معاهم وتستعملي التلاتة، هيدوكي نتيجة حلوة جدا جدا جدا. تمام، الغسول ده حجمه حلو جدا، اقول لكم حجمه كام بالظبط، 125 ملي، حجمه حلو جدا، سعره 61 جنيه. والسكراب والماسك سعره تحفة ب45 جنيه. تمام، وكريم التفتيح ب76 جنيه، فالمجموعة على بعضها حلو قوي لو انت عايزة تفتحي بشرتك. تمام، هي طبعا مناسبة لجميع الاعمار ولجميع انواع البشرة، بس الكريم ده دايما دكتور نرمين كنت تقول لنا ده للبشرة الدهنية، يعني لو انت بشرة دهنية استعمليه، لكن لو انت بشرة جافة استعملي نفس المجموعة وكل حاجة، بس استني بينزل اللي هو الكريم العلبة المدورة. تمام، طيب ايه كمان جبته الشهر ده؟ طبعا انتوا عارفين ان انا اتكلمتكم قبل كده عن المجموعه دي وجمالها، دي للناس اللي بشرتهم دهنيه وبيشتكوا من الحبوب والبثور، بشره دهنيه ومضايقاهم، لازم بجد يجربوا مجموعه التتري دي. عملت لكم قبل كده ريفيوهات عنها، طبعا متاح عندي دلوقتي منها الاستيك ده، ده حلو جدا يا بنات، انا بستعمله على طول، ده ب56 جنيه الشهر ده. ده بيعمل ايه؟ ده بيعالج الحباية وبيداريها، بمعنى يعني انت بتحطيها على الحباية كل مثلا كل شوية، طول ما انت عندك حباية بيموت الحبوب، وفي نفس الوقت لو انت هو بما انه لونه اخضر فهو بيكنسل احمرار البشرة، يعني لو انت عندك حباية محمرة وهتعملي ميك اب او خارجة وعايزة تداريها بتقدر تستعمليه، بجد تحفة. كمان بيقلل من مظهر الشوائب في البشرة. المجموعة دي كلها معمولة بالليمون اللي هو التي تري، زيت شجرة الشاي، معمولة بزيت شجرة الشاي والليمون الأورجانيك، فنتيجتها جبارة. يعني طبعا بينزل منها اللوشن، وبينزل منها الغسول والتونر، وبينزل منها الزيت حبيب قلبي اللي انتوا عارفينه. طبعا الزيت عندي جوه، عملت لكم ريفيو الشهر اللي فات عنه، ودلوقتي جبت لكم ده عشان تشوفوه، سعره 56 جنيه. تمام، برضو من الحاجات القوية جدا الشهر ده اللي هو البيور سكين ده اهو، ده يجنن، ده بتاعي انا مستعملاه، هو ده اساسي، انا بشرة مختلطة مايلة دهنية في الصيف، فده عندي بحبه جدا، يعني تقريبا عندي باستمرار، بحبه جدا لان هو لو عندك حبوب بيعالجها، كمان لو عندك اثار حبوب بيعالجها لي، مع الاستمرار بما انه غسول فبستعمله الصبح وبالليل، فمع الاستمرار بيعالج لي اثار الحبوب جدا. طبعا يفضل في اي نوع غسول غيري، مش دايما بيور سكين، لو انت بشره دهنيه استعملي مره بيور سكين، استعملي مره غسول التتري، استعملي حاجه تانية مثلا زي اللي هو اللاف ناتشر فيتامين سي، بيناسب كل انواع البشره، نوعي. تمام، بس لو انت طبعا عندك حبوب او عايزه تضيعيها او اثار الحبوب، ده مع الاستمرار فظيع، يعني بيشيل اثار الحبوب كمان، وطبعا بيشيل البثور السوداء وبيعالج الحبوب، من الحاجات الجامده جدا. نزل الشهر ده ب76 جنيه. تمام،
حجمه 150 ملي، وكمان السكراب ده اهو موجود الشهر ده. نكمل يا بنات. طيب كمان من العروض الحلوة جدا الشهر ده، بصوا هو يعني ده كان نازل الشهر اللي فات، طبعا كان الشهر اللي فات العرض بتاعه اقوى، كنت لما تاخدي اتنين كان الواحد بعد الخصم ب192 جنيه، فكان عرضه اقوى. بس اللي ملحقهوش بقى بجد، انا استعملته طبعا بقالي فترة بستعمله، حلو جدا، بستعمله دايما قبل الغسول بتاعي، لو انت حاطة ميك اب عارفين زي يعني ايه، بيسيح الميك اب كده، بيخليه يتشال من غير ما انت تفضلي بقى تفركي في بشرتك بقى وتجهديها، وتفركي في رموشك لو انت حاطه ماسكارا، وتفركي سهله قوي، بتغسلي بيه الاول يعني تكون البشره مبلوله وتحطيه تستعمليه عادي زي الغسول كده، بعد كده بتغسلي وراه بالغسول. من الحاجات القويه جدا جدا يا بنات، بجد رائع رائع رائع. الشهر ده موجود اهو، سعره 230 جنيه للناس اللي لو حد ما جربوش وحابب يجرب. تمام. الجديد بقى اللي انا جبته الشهر ده اللي هو الماء المايسلير ده، حلو جدا اهو اهو يا بنات، انا جبته الشهر ده اول مره طبعا اجيبه، هو لسه نزل اصلا جديد. ده عباره عن ايه اللي هو اسمه ماء المايسلير، هو بص هو ميه اصلا يعني ليكويد خالص، خفيف خالص. ده بتحطيه على قطنه، ده زي منظف بشرة، بس مش منظف بس، لا هو زي منظف بشرة، زي في كمان زي مزيل ميك اب، في كمان زي تونر، فهو يعني زي ما تقولي كده التلاتة في واحد. تمام. حلو جدا جدا، بيدي انتعاشة للبشرة في الحال، كمان بينظف البشرة جدا وبيزيل المكياج. هو هنا في الكتالوج كاتب ان هو مش بيحتاج ان انت تشطفيه، انا حقيقي هجربه واقولك، يعني دكتور نيرمين قالت ان احنا نشطفه، يفضل ان اي غسول او كده نشطفه. هو هنا يعني بيتعامل معاملة التونر شوية، بس هجربه برضو واقولك يعني. بس هو بيستعمل زي طبعا زي التونر على قطنة، وبتمسحي بيه البشرة، يعني هنجربه كده ونقول متفائلة بيه، يعني شكله لطيف كده وعمال يقع. تمام. سعره الشهر ده 99 جنيه، فيعني حجمه على فكرة كبير جدا، يعني الكاميرا مش جايباه، بصوا حجمه كبير جدا، هو 200 ملي، فحاجة حلوة قوي يعني بصراحة. تمام. طيب ايه كمان الشهر ده، 99 جنيه. ايه كمان الشهر ده جبته من الحاجات القوية جدا، طبعا العرض ده حلو قوي يا بنات، خدوا بالكم، الاوبتيمالز للبشرة الدهنية والعادية، تمام، سوري للبشرة العادية والمختلطة، موجود، وموجود كمان للبشرة الجافة. كريم الليل هنا وهنا موجود ب214 جنيه، اهو ب200 سوري الموبايل بس وقع. كمان يا بنات عندنا الشهر ده من العروض القوية جدا الاوبتيمالز، نازل كريم الليل للبشرة العادية والمختلطة، وكمان البشرة الجافة والحساسة، نزل كريم الليل ب214 جنيه. لا ومش بس كده، لما بتاخديه بتاخدي معاه كمان الايفن اوت، الايفن اوت هدية، انتوا متخيلين يعني الاتنين ب214 جنيه، فده من العروض القوية جدا الشهر ده. الايفن اوت ده بتستعمليه يعني هو زي كريم اساس كده، بيوحد لون البشرة، ومش بس بيوحد لون البشرة ككريم اساس او بيداري العيوب بس، لا ده كمان هو اوريدي هو علاجي، يعني هو كريم علاجي كمان اصلا، بيوحد لون البشره، بيزيل البقع الداكنه من البشره، بيزيل لمعان البشره، فده من الحاجات الحلوه جدا. في عامل حمايه كمان 20 من الشمس، فالاتنين مع بعض ب214، ده من الحاجات القويه جدا. الروجات دي برضو حلوة قوي يا بنات، نازلة الشهر ده ب61 جنيه، فبرضو سعرها حلو جدا، هي طبعا مش مط، هي كريمي. تمام. العرض ده بقى حلو قوي قوي يا بنات، بص انت لو خدتي واحد هتاخديه ب106، لكن نازل العرض ان انت لما تاخدي اتنين بتاخدي عليهم الاتنين هدية، فانا جبت الاربعة، كل الاربعة سعرهم 214 جنيه، يعني الواحد بحاجة و50 جنيه. بصوا اهم
لما بتاخدي اتنين بتاخدي اتنين تاني هدية. هوريهولكوا على الطبيعة، انا جربته حلو قوي قوي. هو اصلا عبارة عن ايه؟ هو حاجة كده بيدي زي جلوينج، بيدي اشراقة للبشرة. تقدري تحطيه تحت كريم الاساس او فوق كريم الاساس او في اماكن اللي انت عايزة تعملي لها اضاءة. بصوا ايه كل ده، ايه كل ده الكرم. كمان يا بنات بقى للناس اللي بتحب الاي شادو، بصوا الشهر اللي فات كان نازل الشادو ده، طبعا درجاته وهم 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 بجد بقى عن تجربة. انا كنت جبت منه 3 درجات الشهر اللي فات، حلوين جدا. اولا البيجمنت بتاعهم عالي جدا، الالوان مركزة وتقيلة وثابتة ودرجاتها حلوة جدا جدا، فمن الحاجات الحلوة قوي. طبعا سعرهم الشهر ده الواحد سعره 68 جنيه اعتقد، الواحد سعره 68 جنيه. وكمان اللي عايز بقى العلبة دي فيها كذا لون، فيها 6 الوان نازل منها الدرجتين دول اهم، 6 الوان بلاس كمان فيها باليت للحواجب اللي هي اخر 2 تحت، البني الفاتح والبني الغامق، دول للحواجب درجاتهم تجنن يا بنات على الحواجب. تمام اهم دي سعرها 153 جنيه، فيها 6 الوان واللونين بتوع الحواجب. تمام والقلم ده طبعا كان نزل جديد الشهر اللي فات اللي هو من اون كولر، برضو سعره حلو قوي 56 جنيه. برضو الكحل ده من اون كولر حلو جدا جدا جدا، سعره 40 جنيه، فيعني ولا اروع بجد. بصوا انا جبت منه، انا عندي اصلا البني انا بستعمله، وجبت الاسود حلو قوي. بصوا جميل جدا. انا جايبه لواحده طالباه مني، فانا مش هقدر طبعا اجربه. من الحاجات الحلوه قوي يا بنات، انا عندي البني بتاعه بصراحه يعني مش اي قلم بني بيبقى سهل ان هو يبان في عينيا، لا تقيل وكريمي ومركز وثابت، من الحاجات القويه جدا. القلم ده ب40 جنيه اصلا، ما ينفعش تسيبوه الشهر ده بجد يعني. تمام هتستعمليه ككحل بقى، كايلاينر، كشادو، كله يعني شغال معاكي كل حاجه. كمان من الحاجات اللي كانت حجز عندي كنت طالباها مش عارفه الشهر اللي فات ولا اللي قبله، لقيتهم نزلوا على السيستم درجات الروج دي، كنت طالباها اوريها لكم، كانت حجز ونزلت اهي الدرجه دي. بصوا فاكرينهم انتوا طبعا اللي هم الجورداني، الدرجه دي والدرجه دي حلوين جدا. عندي انا الدرجه دي بس اتقل شويه. تمام حلوين جدا جدا، بصورهم لكم. واو يعني درجتها حلوه جدا، بصوا كده شايفين الدرجه حلوه قوي. بحب انا درجات الكشمير دي. بصوا الدرجه الثانيه حلوه ازاي، تجنن الدرجتين يجننوا. اول ما نزلوا بصراحه ما استنيتش جبتهم، كان نزل لي الواحد في الحجز كان ب190 اعتقد. ف دي لو انت طالبه حاجه ومش موجوده سيبيها في الحجز، بتقعد 3 شهور بتاخديها بسعر الشهر اللي انت طلبتيها فيه، لان هو الشهر ده غالي جدا. فانا خدتهم بسعر الحجز، من الحاجات درجاتهم تجنن زي ما انتوا شايفين. تمام ايه كمان جبتوا الشهر ده برضو من الحاجات القوية جدا، العرض ده حلو قوي نازل. لو خدتي محدد العين من زوان اللي هو الووتر بروف ده، تمام، ومعاه الماسكارا، العرض ده حلو جدا. نازل الشهر ده، لو خدتي الاتنين مع بعض بتاخديهم ب176 جنيه. كريم الاساسي يا بنات اللي هو المتحول لباودر ده من الحاجات الحلوه قوي، تقدري تاخدي الدرجه اللي تناسبك، اول درجه كمان تقدري تستعمليها كهايلايتر، كهايلايت اقصد، اماكن تستعمليها يعني في اماكن التفتيح هايلايت، واخر درجه تقدري تستعمليها ككونتور، الاخيره او قبل الاخيره يعني اللي هي 17 او 18، لامقين جدا تستعملهم ككونتور.
والاولى تقدري لو انتي طبعا بيضه جدا خديها مش بيضه، وتقدري تستعمليها كهايلايت تحطيها في اماكن التفتيح. كمان من الحاجات الحلوه جدا الشهر ده الماسكارا دي اللي خدناها كلنا الشهر اللي فات هدايا. الناس اللي قاعده تقول لي فين الماسكارا ما فيهاش شعر، يعني كانت ظاهره ان هي من غير شعر، ما تفتحيها تتخضي منها، ده طبيعي فعلا شكلها تحس ان انت الماسكارا جالك بايظه، بس بقى طبعا اكيد لما جربتوها تقولوا لي بقى في طيب نكمل يا بنات. فقلنا اخر حاجه اتكلمتكم عنها دلوقتي اللي هو العرض ده، قلنا الايلاينر او الديبلاينر زي ما تسميه هو ووتر بروف ضد الميه، ومعاه كمان ماسكارا 5 في 1 وندر ليش 5 في 1، يعني بتطول الرموش وتكثفها، وكمان بتحدد الرموش وبتلف الرموش وبتغذيها. تمام، الاثنين دول مع بعض ب 176 جنيه. دي من الحاجات الحلوه قوي الشهر ده. كمان عندنا برضو من الاوفر الحلوه قوي الكريم الاساس اللي هو ذا وان ومعاه الكونسيلر الخاص بيه، الاثنين مع بعض ب 222 جنيه، وده عرض وهمي. بصوا بتاخدي الكريم الاساس اللي هو زي ده كده، وكمان بتاخدي الكونسيلر الاثنين مع بعض ب 222 جنيه، يعني الواحد مثلا لو قسمتي على الاثنين، لو قلنا الواحد ب 100 وكام 110، فسعرهم جبار يعني. برضو كريم الاساس دوت بيرطب البشره، بيداري كل عيوب البشره، بيعمل اضاءه لانه بحاجه اسمها بالايلو سكين تكنولوجيا كده بتعمل اضاءه في البشره، وكمان الكونسيلر بتاعه كده لانه بتكنولوجيا الهالو، حاجه اسمها الهالو لايت، بتعمل ايه التكنولوجيا دي، بتساعد على تضييق المسام وبتخفي الخطوط الرفيعه في البشره والهالات السوداء. فبجد الكريم الاساس والكونسيلر من الحاجات اللي ما ينفعش تفوتوها الشهر ده يا بنات. كمان من الحاجات الحلوه قوي الماسكارا بتاعت ذا وان اللي هي تريميندوس، حلوه جدا جدا، سعرها الشهر ده 76 جنيه. تمام، بتعمل ايه، هي بتدي كثافه للرموش 3 مرات اكتر، دي كمان ووتر بروف، فمش ينفع تشيليها بميه خالص عشان رموشك ما تتاثرش، لازم بمزيل ميك اب او بحاجه زي كده اللي هو المايسلير ده. بتعمل كثافه وطول رهيبه رهيبه بجد يا بنات الماسكارا دي، سعرها 76 جنيه. كمان عندنا برضو من الحاجات الحلوه قوي الروجيه دي نازله اللي هي زوان الماط، دي نازله بسعر حلو قوي برضو 99 جنيه. الايتو زيت طبعا يجنن ب 137 جنيه. كل ده هحط لكم ليه ريفيوهات خاصه في الكومنتس تحت او في الديسكريبشن بوكس. كمان الشادو ده الكريمي ده حلو قوي قوي قوي، عملنا لكم فيديو عنه برضو. كمان المحدد العين اللي هو الكاجول ده حلو قوي، بسعره 114 جنيه اللي هو ده حلو جدا، ده بتستعمليه ككحل ايلاينر كمان اي شادو او تعملي بيه سموكي ايز، يجنن يا بنات، حلو جدا، سعره 114 جنيه. كمان عندنا كريم الاساس المتحول لباودر، الناس اللي كانت عايزاه نزل تاني اهو، درجات الفتحه تقدري تعملي بيها هايلايت اماكن التفتيح في البشره، درجات الغامقه تقدري تعملي بيها كونتورنج، فحلو جدا، سعره الشهر ده ب 291. كمان عندنا ماسكارة جورداني نازل هي الايونيك اللي احنا زي اللي خدناها هدية الشهر اللي فات، اللي هي ملهاش شعر كده بس بتعمل كثافة وطول رهيبة، نازلة سواء دي او دي بكام، ب 203. تمام، كمان الروجات دي يا بنات نازلة الشهر ده، من دي نازلة جديدة من جورداني جولد مط، يعني مش بيلمعوا. انا جبت درجة اللي هي اسمها الكوفي كراميل، كودها 36806، جبت الدرجة دي اهو، انا بحب الحاجات اللي على بنيات وكشميرات شوية. بصوا حلو جدا، شايفين حلو ازاي، درجته تجنن يا بنات بجد تجنن. سعره ده 153 جنيه، طبعا في منه درجات كتير، تقدري تاخدي الدرجة اللي انتي عايزاها. تمام، ده بيبقى هتلاقي فيه عامل حماية من الشمس طبعا 15،
بزيت الارجان، يعني هو مط وبرضو بيرطب الشفايف، فمن الحاجات الحلوة جدا. ودرجاته تجنن تجنن، انا جبت رقم 3، درجة رقم 3 من تحت. تمام. كمان من الحاجات الحلوة قوي الشهر ده يا بنات الشامبو دوت، اللي هو الدراي شامبو. انا عندي منه اللي هو ده، تمام، اللي هو اسمه اويل كنترول. ده بيتحكم في الزيوت الزيادة في الشعر، ده للناس اللي فروة شعرهم دهنية شوية او شعرهم بيعمل قشر ياخدوا ده. ده جاف. يعني ايه جاف؟ يعني انت بتمسكي السبراي كده او الشامبو كده وبتبدأي ترشي على الشعرية، بس من بعيد بترشي على الاطراف، وتبدأي تعملي يعني تفركي شعرك كده كله في بعضه، وكده بيبقى نضيف من غير مية، من غير شطف، من غير اي حاجة. فبالنسبة للناس اللي هي بتبقى عاملة سشوارة، عاملة مكوة ومش عايزة تبلو، فده هيبقى من الحاجات كويسة جدا معاها. يعني لو انت بقى شعرك خفيف عايزة تعملي فوليوم، خدي ده الموف. لو انت شعرك دهني وفي زيوت زيادة خدي الاخضر. تمام. سعره 106. خلاص. كمان ايه حلو تاني معانا الشهر ده من العروض القوية؟ عندنا اللي هو الفيمينيل ده، حلو قوي يا بنات، اهو جبته. ده يجنن. ده سعره الشهر ده 106. ده بيعمل ايه؟ ده لسول مهدئ للمناطق الحساسة، بيهدي الالتهابات، بيحمي من الاضرار، بيديكي بشرة صحية. هو عبارة عن مزيج حمض اللاكتيك وكمان البروبايوتيك، ده خالي من الصابون، كمان بيوازن معدل البي اتش في البشرة. ريحته تجنن. هو بالصبار وزهرة المالو، فمن الحاجات الحلوة جدا الشهر ده، والأوفر بتاعه كويس قوي. سعره 106. تمام. هو ده وحجمه طبعا 300 ملي، بيبقى حجمه كويس جدا. كمان من العروض الحلوة قوي يا بنات الشهر ده، عندنا كريم مغذي للأقدام، سعره 59 جنيه. هو عندي من قبل كده، انا هوريكم شكله اهو، ما شاء الله كبير جدا. ده كريم مرطب للاقدام، حلو قوي. ده 150 ملي، فما شاء الله عليه كبير. وكمان سعره يجنن. سعره اقول لكم سعره كام بالظبط، هو في الكتالوج 124 جنيه. بعد الخصم احسبه لكم، وممكن اسيبه لكم في الكومنتس حتى تحت. ده بيرطب البشره. في برضو سكراب. السكراب ده حلو جدا لو انت عايزه تزيلي الخلايا الميته من رجليك. الاول نحط رجليك في ميه دافيه، بعد كده اعملي لها سكراب. اوكي. بعد كده لو عندك مبرد زي ده هتفركي رجليك بيه. بعد كده تطلعي وتحطي كريم المرطب، بيبقى رجليك يعني بجد ولا كانك يعني كوافير مش بيعمل كل الكلام ده، بتلاقي رجليك حاجه تانية خالص. يعني لو عملتي السكراب وبالمبرد او اي حجر عندك، حتى بتاع الحجر القدم دوت، وبعديه كريم مرطب، وتلبسي بقى اي شراب عندك او كلام. الشراب ده ممكن في الشتاء افضل، دلوقتي هو هتلاقي الكريم هيمتص بسرعه يعني، بس بيدي نتيجه حلوه جدا. تمام. كمان من الحاجات الحلوه قوي اللي جبتها الشهر ده العرض ده، جبت الاثنين مع بعض. لو خدتي واحد بتاخدي التاني عليه هديه. الاثنين مع بعض ب 168 جنيه. اهم جبت دول، حلو قوي. انا لسه بصراحه هجربهم معاكم. هو ده بنحطه بعد، لو انت في مصيف او تعرضتي للشمس او درجه حراره عاليه، بتحطيه بعد التعرض للشمس. لو انت كمان لا قدر الله اتلسعتي او كده، بتحطيه برضو في البيت في اللسعات اللي هي الاوليه، الحاجات الخفيفه يعني. فمهمة جدا جدا جدا، يعني مش لازم كمان مصيف، لو انت خرجتي وتعرضتي للشمس ما تروحي، حطيه بيرطب البشرة جدا جدا. تمام. الاتنين مع بعض التون ب 168 جنيه، طبعا عشان هو لسه جديد فعليه اوفر كويس جدا. ايه كمان جبته الشهر ده وعليه اوفر حلو؟ الرولات دي حلوة قوي. الرولات اهي، جبت الشهر ده الالفي. كمان يا بنات من العروض الحلوة الشهر ده الرولات، نزل عليها اوفر حلو جدا جدا. نزل الميز جورداني والالفي والديفاين والجورداني جولد، ونزل كمان واحدة من للرجالي، نزل سعرها 45 جنيه. دي الالفي اهي،
ودي الديفاين حلوين جدا طبعا، سعرهم الواحده 45 جنيه، دي من الحاجات الحلوه جدا. كمان التندر كير نازل الشهر ده ب30 جنيه، جبت النوعين دول وجبت ده تمام. الاحمر دوت بزيت نواه المشمش، و لا اللي هو ده بزيت نواه المشمش، والتاني بايه اقول لكم بايه، حاضر تمام يا بنات. والتاني قلنا اللي هو الاحمر ده بزيت الزهور تمام. شكلهم طبعا جميل جدا، بصوا الاحمر عامل ازاي، حلو قوي وريحته حلوه جدا طبعا. ده الاحمر، وده اللي هو بزيت نواه المشمش اهو تمام. سعرهم الشهر ده حلو جدا جدا، ريحتهم تجنن بجد، حلوه قوي قوي قوي. سعر الواحد 30 جنيه، من العروض اللي ما تتفوتش. برضو كمان عندنا الشهر ده بنات الماسكات دي حلوه جدا جدا جدا، ثلاث انواع. نوع اللي هو الاخضر ده اهو اللي هو بالخيار ده للبشره العاديه تمام. ده للبشره المختلطه. الموف ده للبشره الدهنيه تمام، يعني لو انت بشره دهنيه استعملي الموف ده، لو انت بشره مختلطه استعملي اللي هو بالخيار، لو انت بشره جافه طبعا هتجيبي اللي هو بالشوفان اللي هو لونه اصفر تمام. سعر الواحد 18 جنيه، برضو دي من الحاجات الحلوه جدا، والكيس الواحد اصلا بيكفيكي مرتين يعني، فحلو جدا جدا تمام. كمان اخر حاجه معانا في الكتالوج الزيت ده، حلو قوي يا بنات. ده بتستعمليه اهو، هو ده الزيت، حجمه 100 مللي كويس جدا. بتستعمليه ازاي، بتحطيه على شعرك تمام بالليل، بتدفيه الاول شويه، بعد كده بتحطيه على جذور شعرك بحركات دائريه كده بايديكي، بعد كده بتلفي شعرك وساعتين بالظبط تشطفي شعرك، بيدي نتيجه حلوه جدا. ده بيعالج هيشان الشعر، بيدي نعومه كده للشعر وترطيب. ده كمان طبيعي، يعني انت هتلاقيه في الشتاء بيتجمد معاكي لان هو ناتشرال 100%، من الحاجات الحلوه جدا تمام يا بنات. فقلنا كده اخر حاجه كنا بنتكلم عنها زيت الشعر، وسعره الشهر ده بعد الخصم 64 جنيه، وده سعر كويس جدا جدا يعني في بنات. وطبعا انا الشهر ده على 150 نقطه اخترت البرفيوم الرائع اللي هو اكلامون، وعلى 200 نقطه خدت كريم اساس اللي هو زوان ايفر لاستنج، دول خدت ده على 150 وده على 200. دي كانت مشترياتي الشهر ده من كتالوج 8. يا رب يكون الريفيو عجبكم، ولو في اي حد عنده اي استفسار عن اي منتج في كل المنتجات دي من عينيا اكتبولي في الكومنتس وانا معاكم هرد على كل استفساراتكم. ميرسي جدا ليكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم.